أكد رئيس الأركان محمد فريد اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتأهيل الضباط على أعلى مستوى، وذلك لتحمل مسؤولية حماية الوطن والدفاع عنه. وخلال تفقده إحدى المنشآت التعليمية للاطمئنان على مراحل الإعداد والتأهيل، شدد فريد على اهتمام القيادة بتوفير كل الإمكانات لبناء قوة عصرية حديثة ترتكز على المعرفة والتدريب الجاد. هذا وشهد رئيس الأركان التعليق النهائي للتدريب المشترك لعدد من المعاهد التعليمية، كما قام بتكريم عدد من الضباط على مستوى المعاهد تقديرا لتفوقهم وتميزهم في التدريب.